يعني لك انت انت زائر مشيتي تزور واحد الخيرية، خاصك ضروري تعرف هذا الشيء. عافاكم عافاكم المؤثرين اللي خصهم يجيو الخيريات خاص يكونوا اخصائيين نفسيين، يعني قارين علم النفس ولا عندهم علاقة بعلم النفس. تما ماشي كاملين مؤثرين يعني خايبين، ولكن كانوا منهم بزاف اللي خايبين، كان منهم اللي كيضربوا، كان منهم اللي يعني كيحقروا، فهمتوا؟ يعني انا كانوا كيحقروا عليا بكل صراحه. السلام عليكم، انا الاسم ديالي هناء القصاب، العمر ديالي 23 سنه، زادت في مدينه سيدي حي الغرب، وكبرت يعني وتربيت في مدينه القنيطره في خيريه الاطفال المتخلى عنهم او الاطفال المتشردين. المهم الحاله يعني العائليه ديالي الان انا متزوجه ومقيمه مده سنتين في الديار الاسبانيه، وعندي بنيته عندها عامين. اول حاجه كنشكر بزاف قناه شوف تي في باش عطاتني هذه الفرصه باش نتكلم معكم، لان بكل صراحه عندي بزاف د الحوايج بغيت نقولهم وبغيت نوصلهم يعني للشعب المغربي او العرب بصفه عامه، يعني حول الخيريات، حول تجربتي في هذه الخيريه اللي كبرت فيها، يعني بكل صراحه بالسلبيات بسلبياتها وايجابياتها، وبزاف د الحوايج اللي خاص الناس يعرفوهم. يعني ضروري بعض المرات كتجيكم شي اسئله كتقولوا كيفاش كيعيش الطفل في الخيريه، كيفاش، واش كيتهلاو فيه، واش كيضربوه، واش هذا. يعني فلهذا من خلال تجربتي اليوم جيت باش نحكي لكم ونقول لكم كل شيء، وغادي تفهموا بزاف الحوايج على الخيريات. المهم اول حاجه وكفكره عامه غادي نقول لكم شنو السبب اللي خلاني نمشي لديك الخيريه انا بوحدي ماشي خواتاتي. المهم حنايا سبعه ديال الخواتات كنا كاملين صغار يعني في سيدي حي الغرب، وكنا فقراء بزاف بزاف. الوالد سمح فينا يعني تخلى علينا، وبقات غير الام ديالنا يعني هي اللي كتخدم علينا مره هذه في الفلاحه وداك الشيء، باش يعني تجيب لنا داك القوت للعيش ديالنا باش نعيشو. المهم انا كنت مريضه بزاف بالاذن ديالي من صغري، يعني مني تزاديت كنت مريضه بها هاد الاذن، اللي دابا اني فقدت السمع بها يعني سماكيت منها، ويعني فقدت الطبال وكل شيء من الداخل ديالها، يعني خسرت الاذن ديالي. المهم كانت بزاف يعني ودني حشاكم كتسيل كتسيل بزاف، ومريضه دائما، الوالده ديما كانت تديني للطبيب، كيعطيها الورقه ديال الطبيب عامره كتشري لي الدواء، ولكن والو الدواء غادي كيغلى ودني ما كتحسنش. والطبيب في الاخر يعني طلب واحد خصني ندير واحد لوبيراسيون ضروري خصني نديرها باش يعني نتنقد. المهم والده مني شافت قضيه حامضه، القضيه يعني خصني عمليه، والعمليه كانت غاليه يعني ما غاديش تقدر. هذا هو الدافع اللي خلاها تمشي للقنيطره وتقلب على شي خيريه او لا شي جمعيه اللي ساعدوني وداك الشيء وبيداويو ليا ودني ونتحسن. المهم هنا بدات يعني هنا بدات الحكايه ديالي، وهنا بدات القصه ديالي، وهنا قدرت يعني قدرت الاقدار عليا باش نمشي نتفارق مع خواتاتي. بكل صراحه انا باقا عاقله النهار اللي كانت عندي ما بين يعني 9 سنين علينا 10 سنين باش غادي نمشي لديك الخيريه. كانت مشات الام ديالي وسولت ولقات واحد الخيريه وهضر معاها، دخلت عند واحد المدير كان غزال وكان اول مدير الله يذكره بالخير، ومن احسن يعني تبارك الله يعني من احسن المديرين اللي داز يعني في ديك الخيريه اللي كنت فيها. المهم قال ليها اوكي جيبي لنا ديك البنت اللي مريضه بالاذن ديالها. جات عندي الام ديالي قالت لي يا بنتي راه ودنك مريضه وراه غتموتي وراه شنو، خصك ضروري تمشي للجمعيه، يعني هما اللي غادي يتكلفوا بك ويعاونوك وداك الشيء. انا بكل صراحه فرحت بزاف لاني قلت بعدا ودني غتنقد وداك الشيء وغنشوف بلاصه زوينه وبلاصه نقيه، لان احنا كنا فقراء بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوش. نيت ونخفف شويه المهمه على الام ديالي، بعدا تبقى منا لخوتي، انا بعدا نمشي تما ونتهنى. المهم حتى لهنا مزيان، مشيت للجمعيه بكل صراحه وكانت زوينه وكان ترحيب زوين وعجبني الحال في الاول وداك الشيء، يعني الدار زوينه وكبيره وداك الشيء فرحت. الوغ جات اللقطه، جات العشيه باش الام ديالي خصها ترجع بحالها. ما نكذبش عليكم وانا عمري ما غادي ننسى هذا المنظر، لان كان منظر صعيب بزاف عليا، لان انا صغيره وقالت لي الام ديالي صافي دابا غادي نمشي يا بنتي، يعني غتبقاي هنايا. صراحه بقيت كنبكي بزاف وما يعني ما تقبلتش اني نتفارق مع خواتاتي، يعني صغار وانا صغيره وباقا عاقله بقيت كنبكي بزاف وبقيت كنجرها من جلابتها. تخيلوا شديتها من جلابتها وهما المؤطرين كيجروا وانا كنجر، المؤطرين كيجروا وحق الله العظيم ما بغيتش نفارقهم في ديك اللحظه. المهم صافي يعني ولفت، بقيت مره هكا مؤطر كيسكتني، مؤطر تيقول لي اسكتي ولا غنوريك، مؤطر المهم يعني هكا حتى توالفت بكل صراحه توالفت. ومن كل
نقراش الخير وما نكذبش، استفدت من الماكل، من يعني من هاد الخيريه اللي كنت فيها في قنيطره، استفدت من الماكل، وليت كناكل مزيان، وليت كنلبس مزيان، وليت بصراحه كيديروا حفلات، كيديروا خرجات، كنمشيو بلايص زوينين، مخيمات، داكشي كان غزال بزاف. ولكن عاود ما نكذبش وما نافقش ان كانوا بزاف د الحوايج السلبيين اللي عشتهم تماك، وكانوا خايبين اللي اثروا على النفسيه ديالي، واللي يعني مرضت بزاف يعني نفسيا وتعصبت، وكان هما السبب. اولا يعني السبب الاول هو اللي كان هو ديال المؤطر، اوكي، يعني هو المؤطرين اللي كانوا تما، المؤطرين اللي كانوا تما ماشي كاملين مؤطرين يعني خايبين، ولكن كانوا منهم بزاف اللي خايبين، كان منهم اللي كيضربوا، كان منهم اللي يعني كيحقروا، فهمتوا؟ يعني انا كانوا كيحقروا عليا بكل صراحه. واحد المؤطره بعدا كانت لا ما سمحتش لها، ما عندهاش فين تنعس، كانت كتضربني بزاف بزاف، وغير كنقول شي حاجه تتريشني، غير كنقول يعني هذا، كانت تتقمعني. تخيلوا انا كنت كيعجبني الرسم، كنت كنرسم بزاف، لاني دابا انا حاصله على الباك بشعبه الفنون التطبيقيه، يعني كنت كنرسم، وداكشي كتشرق ليا الوراق بحال هكا بالليل، كنبغي نرسم، تقول لي تحيد لي الورد، نعسي، ما تنوضيش، القمع القمع القمع، يعني كانت معايا خصوصا هذيك المؤطره، ماشي كلشي يعني. فلهذا جيت الان باش نهضر على هذا الموضوع ونقول لكم، كنت من يعني من جميع الرؤساء الجمعيات او الخيريات اللي في المغرب او العالم يعني العربي ولا العالم بصفه عامه، عافاكم المؤطرين اللي خصهم يجيو الخيريات خاص يكونوا اخصائيين نفسيين، يعني قارين علم النفس ولا عندهم علاقه بعلم النفس، يعني نفسيين، يعني عندهم علاقه. ما تجيبش مؤطري مثلا ما عنده لا بكالوريا، ما عنده التاسعه، ما عندوش صافي، ما عنده ما يدير، غيجي يعني غادي يدخلوا، لان الاطفال اللي في ديك الجمعيه اللي كنت انا منهم، حنا كنا في وضعيه يعني صعبه، ماشي اش غادي نقول لكم، يعني كنت انا وكانوا معايا اطفال اللي يعني متشردين، اطفال اللي ما عندهمش والديهم، اللي ميتين لوالديهم، اللي لقاوهم في الزنقه وجابوهم، يعني هذوك الناس، هذوك الاطفال، حنايا كنا يعني في وضعيه يعني خاصه، يعني في حاله خاصه، يعني المؤطر اللي خصو يجي لديك الجمعيه او الخيريه حتى هو كيخصو يكون يعني اختصاصي، يعني قارئ اختصاصي نفسي، يعني علم النفس او لا اختصاصي نفسيين، يعني يكون عنده علاقه باش يعرف كيفاش يتعامل مع هذاك الطفل، فهمتوا؟ لان مثلا انت كتجيب هو ديك الطفل كيما قلت لكم متشرد في وضعيه صعبه في ديك الخيريه، راه ضروري غادي يكون باسل، راه ضروري ما غاديش يحترمك، راه ضروري غادي يرد عليك الهضره، يعني الا كنتي يعني المؤطر كان يعني قاري تبارك الله وداك الشيء، غادي يعرف كيفاش يتقدم مع الطفل، يسترو او لا يعطيه عقوبه او لا يعطيه. ماشي مؤطر دابا مثلا انا كنت كيجي مؤطر معصب مع مرتو، ولا مؤطره مدابزه مع دارهم، الا خودي هذه لا، انا هذه عاقله عليها بكل صراحه، وانا عمري ما غنساها. تخيلوا ما بغيتش نضلت، غير نضلت الميكا ما بغيتهاش، وعاد تاخديها قلت لها ما ناخذهاش، بقى عقلك صغيره، وشدتني وبقات تريشني تريشني وتريشني، والبنيات والظهر قتلتني بالعصا. تخيلوا الليل كامل وانا بايته بالدموع، قسما بالله الليل كامل وانا تنبكي، كنقول شوف يعني شنو درت انايا، يعني هذا يعني هي بردت فيا غدايدها، يعني كون كانت مؤطره صالحه ولا مؤطره اللي قاريه ولا هذا، يعني غادي تعرف كيفاش تتعامل معايا. ما بغيتش صنداله صافي تبدلها ليا، علاش مؤطره غتشد معايا العكس، يعني علاش مؤطره غتشد العكس مع شي يعني حاله اللي هي خاصه، يعني طفل، يعني اطفال ماشي عاديين. ويعني هذا السبب الرئيسي ديال المؤطرين اللي كان كيخلي الاطفال انهم يهربوا من الجمعيات او لا يهربوا من الخيريات. انا صحاباتي كلهم اللي كانوا معايا يعني صافي مكانوش كيديروا لذاك الضغط، هو يعني كان واحد يعني القانون صارم، واحد النظام يعني زوين، والاطفال كانوا كيحسوا يعني بحال ما عندهمش الحريه ديالهم، لان داك النظام فيه قصه الصباح مثلا، النشيد الوطني، تحيه العالم، فطر، دير بزاف د الحوايج، يعني واحد النظام كنمشيو عليه، وهذا كان جميل جدا يعني النظام، ولكن داك النظام هما كانوا كيحسوا يعني انهم ماشي عندهمش ديك الحريه، يعني ملي كيجي يعني مؤطر وكيزيد عليهم وكيضربهم، يعني راه غادي يحس بمره يعني الظلم وداكشي، وغادي يمشي في حاله. هادشي اللي كنقول لكم، الاداره ما تتكونش كاع الاداره ما كيكونوش عارفينه، ولا اعضاء المكتب ديال اي جمعيه ولا خيريه ما تيكونوش عارفينه، لان بعض المرات ملي كيجيو الاعضاء عاد كلشي كيبقى يبتسم وكلشي كيبقى يضحك، وكتكوني انت طفله جميله، فهمتوا؟ ولكن هذه هي الحقيقه، كيكونوا كاين الضرب وكاين الظلم، يعني ما خص
الجمعيات اللي يجيبوا الاطفال، الناس اللي هذه يجيبوا مختصين باش هذاك الطفل ترعاه نفسيا ويعني باش يفهم ويزيد ويقرا ويدير في الاحلام ديالو داك الشيء. المهم على فكره انا من صغري كنت طموحه بزاف، كنت كنبغي يعني كنعشق عندي الامل في الحياه، واخا كنت كنحس براسي يعني ناقصه من بزاف د الحوايج، ما عايشاش مع الوالديه، ما عايشاش مع الام ديالي، يعني ما كيكونش الحنان ديال الام ديالي الوالدين ما كاينش، هذاك الحنان واحد النقص خايب بزاف بزاف، تيكون بحق الله العظيم تيكون ناقص، يعني الوليدات تلقى مويمتك هكا وديرك والو ما كانش هذاك الشيء. تخيلوا واحد النهار والله العظيم كنت كنقرا في الخامس في المدرسه وخارجه من المدرسه، وكنشوف ام حق الله جايه وكتسنى بنيتها مع الخمسه غاده بها، عرفتي؟ بقيت كنشوف، والبنت كانت تقرا معايا، بقيت كنشوف وتنبكي تنبكي تنبكي تنبكي، كنقول علاش انا ما يعني ما عنديش هاد فهمتوا، يعني هكا تجي ام ديالي خصني نتسنى الترونسبور ديال الجمعيه اللي غادي يديني، واش فهمتوا؟ يعني ديما كنت كنبغي الام ديالي، يعني بكل صراحه يعني كنت كنبغي ما كرهتش تكون يعني عشت في هذا. وعاوتاني الام ديالي حتى هي الظروف ديالها اللي خلاتها، ماشي هي اللي بغات يعني باش ديني لهاد الخيريه، يعني الظروف ديالها والسبب، والاب ديالي هو اللي شتتنا، هو اللي يعني هو السبب. المهم من هادشي كامل كما قلت لكم انا قريت رغم كان عليا الضغط وكليت العصا، شديت في القرايه ديالي وشديت في يعني في الدراسه، وكنت انا اول بنت في ديك الخيريه اللي نجحت في البكالوريا، وكان واو يا سلام احساس رائع، يعني البنات بنات ديورهم مع دارهم مع مواتهم وباواتهم، وما شدوش الباك يعني بحالي، يعني انا شديته كنت فرحانه بزاف. ليكم عاود عافاكم عافاكم الناس اللي كتمشيو الخيريات، يعني الا كنتي انت زائر مشيتي تزور واحد الخيريه خاصك ضروري تعرف هذا الشيء. اول حاجه مني تمشي ما تبقاش يعني تشوف في الطفل واحد الشوفه يعني ديال الشفقه، اجي انت شنو هذا وتعنقوا وتديروا ولا تبكي، عرفتي كاين شي وحدين كانوا تيبكيو، هاد سميتو كي انت كيجيب لك ربي راه كدير فيه واحد الخير، يعني كتعطي واحد الحنان واحد هذا، ولكن هذاك راه يعني ما كنظنش انك تعطي الحنان، وانما بالعكس كيتعقد هذاك الطفل. علاش؟ لاني انا كنت من وقت كنحس بنفس الاحساس، كتخلي الطفل يحس دائما في الحياه ديالو انه يعني انه ديما راه طفل الخيريه ومحتاج المساعده ومحتاج لهذا، بحال نقول لكم ديما اليد ديالو كتبقى لتحت، كتبقى يد السفلى ديما كتسنى اللي يعطيه ويتهلا فيه وهذا وهذا. اما بالعكس خاصكم تتعاملوا بالاطفال الخيريه، واخا يكون يعني ما عندوش والدي ولاده هذا تعامل عادي باش ديك الطفل يدير ثقه في النفس ديالو ويكون راسه في المجتمع ويمشي في الحياه دي يعني في الحياه ديالو عاديه، فهمتوا؟ يعني ما تحتاجوش انكم تبقاو تبكيو وتعنقوا وتقولوا مسكين ولا هذا وتقول له هاك ولا. المهم هذا كما قلت لكم الا كان طفل صغير يقدر ما يحش، ولكن مع المده كتكبر واحد الحاجه اللي يعني نفسيا ماشي هي هذيك. وانا بكل صراحه كما نقولوا ماشي الناس كاملين خايبين وماشي المؤطنين كاملين يعني خايبين، كاينين ولاد الناس، كاين الناس اللي ما عندهمش ضمير كيتكرفسوا على الوليدات، اولا كاين الناس اللي عندهم ضمير وناس مزيانين بزاف بحال واحد المؤطره، ونعم المؤطرين غزاله بزاف بزاف، كانت مسكينه ديما تدعمني كتقول لي هنا ما تستسلميش، كتشوفني ديما تنبكي وديما يعني كيكون فرزيات يكون الظلم كما قلت لكم، وكنت كنبقى نبكي وكتقول لي هنا ما تستسلميش انت قويه، يعني سميتو قراي ديري تبارك الله انت كترسمي غادي ديري تاسعة وغادي في سانكيام اني غادي ديري شعبة الفنون التطبيقية وغادي ديري، وحق الله كانت كتشجعني بزاف وكانت كتدعمني بزاف يعني نفسيا. يعني المهم الانسان اللي كيدعم ولو نفسيا معنويا، خصوصا في ديك الدار اللي ما يعني الوليدات اللي ما عندهم العائلات ولا والو، راه كيعني الثمن قسما بالله، هذاك الدعم غير المعنوي كان يعني ثمن بالنسبه، كان شي كنز بالنسبه ليا والله، يعني الوقت اللي كنبغي نتهرس تنوضني مسكينه كتقول لي لا انا وقفي ما تستسلميش ديري، ولحد الان انا باقه على اتصال ديالها. يعني المهم بغيت نشكرها بزاف من هذا المنبر، خالتي السعديه راكي ديما تبقاي عزيزه عليا، ويعني سميتو انا الحمد لله يعني بدلت الحياه ديالي، يعني من بعد ما شديت البكالوريا وقعت لي شي ظروف صعيبه ومشيت لمدينه اصيله وبقيت كنخدم تما، كنحاول نزيد نتقاتل 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 كما ديما كنتقاتل وعصاميه مع نفسي ومع راسي. والحمد لله تلاقيت بالزوج ديالي الاسباني يعني خيراردو، تلاقيته في اصيله وتعرف بيا وحكيت له قصتي وتعرفنا،
وقال لي يعني بغاني بزاف بزاف، وبدل الديانه ديالو دخل الاسلام وتزوجت به، وانا دابا سنتين بس جيت لاسبانيا. المهم اللي بغيت نقول لكم، انا عندي قناه على اليوتيوب، قناه متنوعه فيها افكار زوينين وحمقه شويه، كنتمنى يعني تجيو تشوفوها وتدعموني يعني بصراحه بزاف الحوايج باقه باغا نزيد نعاود لكم بزاف غادي تستافدوا منهم. نزيد نحكي لكم على الاذن ديالي كيفاش خسرتها، يعني بزاف الحوايج غادي يفيدوكم. كنتمنى يعني تنال الاعجاب ديالكم القناه ديالي، وكنتمنى تدعموني، وكنقول مره اخرى شكرا بزاف لشوف تي في، وغادي نقول لكم بسلامه الى اللقاء.